السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير عليكم، مزيانين، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، مع فيديو جديد، مع نهار جديد. هذا الفيديو هذا ما فيه حتى شي حاجه البنات، غير خرجت شويه، مشيت عند الاخت ديالي، تغديت عندها، شاكش معكم هكا غدي هو اللي درنا قبلوا على اختكم. صراحه جات واحد الغداء البنات، بنين اصلا اختي، صراحه تقال كتعرف الطيب، الطياب ديالها واعر 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 بزاف. مهم شاركت معكم هاد الشلايضه هادي ديال البروكولي، صراحه في الاول انا ما كنتش كناكلو، وفاش درته هنا البنات من بعد رجعت للدار شاركت معكم بزاف. هاد الطاوه ديال الحوت شاركتها معكم، حتى هي كتجي بنينه بزاف، درت فيها الخضره كامله، خيزو كامل، يعني الخضره كامله درتها. مهم نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنطيب الخبز. يلا البنات تهلاو ليا في ريوسكم، وكنحماق عليكم. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي يوميه توريه، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو هكا، وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم. ومازال البنات راه كندير واحد الفيديوهات اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف، وتهلاو ليا في ريوسكم عاوتاني. انا متاكده بان هاد الفيديوهات اللي جايين من هنا القدام غادي يعجبكم بزاف. هذه هي اللاطه ديالي من بعد ما طابت، تهلاو ليا في ريوسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو قادم ان شاء الله.